بسم الله الرحمن الرحيم، معك عبد المجيد ابو طالب. اليوم ان شاء الله بدنا نحكي عن بروبلم ام ار تي ماب من مسابقه جاست 2017. البروبلم تحكي انه علاء ودعاء امضوا يوم طويل في الاستوديو بسنتوسا ايلاند وحان وقت رجعوا للمنزل. افضل طريقه للعوده للمنزل هي باستخدام القطار. لانه الرحله طويله، علاء ودعاء قرروا انهم يخترعوا لعبه ويلعبوها عشان يمضوا الوقت. فهاللعبه راح يستخدموا الخريطه لنظام القطارات الموجود في المدينه ويعملوا اللعبة عليه. خريطة اسمها MRT اللي فيها مجموعة من المحطات بتربطها بطرق مع بعضها، يعني على شكل جراف. المحطات هي بتمثل النودز، والإدج بين A و B يعني انه في طريق بين المحطة A والمحطة B. اللعبة بتبدأ، اول خطوة علاء بيختار مدينة يبدأ منها الرحلة، ودعاء بتختار مدينة ينتهي فيها الرحلة، وبيبدوا يحسبوا اقل كوست عشان ينتقلوا من المدينة اللي بدهم يبدوا منها للمدينة اللي بدهم ينتهوا فيها. والفائز هو اللي بيلاقي اقصر طريق ممكن. الكوست عشان ينتقل من المحطه يو للمحطه في هو عدد الكومون لترز بين اسم المدينه الاولى واسم المدينه الثانيه. طبعا اي حرف ممكن يظهر اكثر من مره باسم المدينه الاولى واكثر من مره باسم المدينه الثانيه. مثلا ممكن حرف الاي يظهر في المدينه الاولى مرتين وفي المدينه الثانيه مرتين، بس بنحسبه مره واحده. مثلا الكوست عشان انتقل من الهاربور فرونت لسيرانجون هو 4، لأنه في عنا 4 كومن لترز موجودة اللي هي A و N و O و R. طبعا ال O موجود هون مرتين في هاربور فرونت مرتين، وفي سرانجون برضو موجود مرتين بس بنحسبه مرة واحدة. أحرف في أسماء المدن case insensitive، يعني لو كان عنا A capital و A small بعتبرهم نفس الحرف. علاء ودعاء بيحتاجوا مساعدتك عشان تجد أقصر طريقة للانتقال من المدينة اللي رح يبدو منها للمدينة رح ينتهوا الرحلة فيها عشان يعرفوا مين هو الفائز. الانبوت أول إشي عندنا رقمين N و M أو عدد المدن الموجودة بالخريطة، و M عدد الخطوط اللي بتربط بين هاي المدن. بعدها في عندنا N lines، كل line بيحتوي على اسم مدينة. Ith line بيحتوي على اسم الـ Ith station. اسم كل مدينة ممكن يوصل لحد 20 حرف، وعدد النودز الكلي ممكن يوصل لحد 10 أس 4. بعدها في عنا M lines، كل line في رقمين U و V، بمعنى انه في link بين المحطتين U و V. بما انه هون صار في link بين U و V، الكوست راح يكون هو عدد الاحرف الكومن بين اسم الستيشن U واسم الستيشن V. باخر سطر عنا S و E اللي هم رقم المحطة اللي راح نبدأ منها الرحلة، و E رقم المحطة اللي راح ننهي فيها الرحلة، او اللي هي الستارت والاند اللي مطلوب اني اجد اقل كوست عشان انتقل من النود S للنود E، او من الستيشن S للستيشن E. سامبل انبوت، اول سامبل هو بالصورة هاي. الجراف هو عندي لينك بين نود 1 للنود 2، 2 ل 3، 3 ل 4، 1 ل 5 و 5 ل 6، وهي اسماء المدن على الترتيب من 1 ل 6. عشان اجد الكوست لانتقل بين 2 نودز او بين اسمين او عدد الكومن لترز بين اسماء مدينتين، بدي اعمل فريكوانسي اري للسترنج الاولى وفريكوانسي اري للسترنج الثانيه. بخزن فيها الفريكوانسي لكل حرف موجود عندي بالسترنج الاولى وبالسترنج الثانيه، او باسم الستيشن الاولى وباسم الستيشن الثانيه. عدد الاحرف الكومن هو عدد الاحرف للفريكوانسي الهم بالسترنج الاولى بالسترنج الثانيه كان اكبر من صفر. يعني لو مثلا بدي اقل كوست انتقل من المدينه 1 للمدينه 2، الفريكوانسي للاي 1 والفريكوانسي للاي في المدينه الثانيه 1. بما انه الفريكوانسي له 1 بالاولى و1 بالثانيه اكبر من صفر بالجهتين، معناته هو كومون لتر، فبزيده للجواب. بالنسبه للادجز اللي عندي الكوست لهم، اول ادج اللي هي 1 2 عدد الاحرف الكومون 2 اللي هي A و N. الإدج الثانية 2 ل 3 عدد الأحرف الكومون 3 A و O و T. طبعا الفريكونسي للتي هون 1 وهون 2 بس بنحسب مرة واحدة. من 3 ل 4 الكومون هي C و A و D و E و C و O و T، عددهم 6. من 1 ل 5 H و A و N كوست 3، ومن 5 ل 6 عندنا 5 أحرف اللي هي O و R و N و G و A، فعددهم 5. الكواري اللي عندي من الأربعة للستة، أو كم أقل كوست عشان أنتقل من النود 4 للنود 6. فالسورس هي النود 4 والديستنيشن النود 6. الكوست طبعا من 1 لاثنين 2، من 2 لثلاث 3، من 3 لأربعة 6، من 1 لخمسة 3، ومن 5 لستة 5. بما أنه ما في إلا باث واحد، فالأقل كوست أنتقل من 4 لستة هو مجموع الكوست للإدجز هذول، لي 6 زائد 3 زائد 2 زائد 3 زائد 5 ويساوي 19. إذن الجواب 19.
فهاي البروبلم التطبيق مباشر على دايكسترا او هي سنجل سورس شورتست باث في ويتد جراف، تطبيق مباشر على دايكسترا. الفكره انه الكوستال ايدج مش موجود معي مباشره او ما راح يعطيني اياه، هو راح يعطيني بس يو او في، وانا لازم احسب الكوست عشان انتقل من النود يو للنود في. فبحسب الكوست من خلال الفريكوانسي اري وببني الجراف، فبتصف لي بروبلم تطبيق مباشر على دايكسترا. نبدا بالكود. اول اشي بدي اعرف كونستانت ان 10 أس 4، بدي اعرف ان وام واف 1 وعد طولها 26 واف 2 وطولها 26، هي الفريكوانسي اري الاولى والثانيه. وبدي كاركتر 2 دي اري اللي هي سي اللي تخزن فيها اسماء المدن، سي اوف ان وطول كل سترينج 21، 20 لانه طولها 1 عشان النل كاركتر. وبدي اعرف فيكتور اوف فيكتور اوف بير انتجر انتجر اللي هو الجراف. اكتب فانكشن دايكسترا انتجر اس وانتجر انت. بدي اعرف اري ديستانت راح اخزن فيها الديستانس لكل النود. في البدايه راح اعبيها انفينيتي، عدا السورس راح تكون زيرو، بالنهايه راح يكون فيها اقل كوست عشان انتقل من السورس لكل نود. راح ارجع ديست اوف اي، في النهايه ديست اوف اي راح يكون فيها اقل كوست عشان انتقل من السورس للنود اي. بدي الف لوب على ان عشان اعبي الديستانت، فديست اوف اي بدها تساوي 1 اي 9 انفينيتي، اي رقم كبير. ديست اوف اس بدها تساوي 0 اللي هي السورس. وبدي اعرف برايوريتي كيو اوف بير انتجر وانتجر سميه بي كيو. برايوريتي كيو برتب ترتيب تنازلي، بما انه عندي بير فراح ارتب ترتيب تنازلي على الفيرست، اذا تساوي الفيرست راح ارتب ترتيب تنازلي على السكند. الفيرست راح يكون عندي الكوست والسكند هو الاندكس تبع النود. الكوست اللي هو الفيرست لانه انا في البدايه بدي ارتب على الكوست. بما اني انا بدي ارتب تنازلي بدايكسترا، فلو ضربت الرقم في السالب الكوست لما اعمل له بوش في البريوريتي كيو، لو ضربته بسالب هيك اقل كوست ممكن صار هو اكبر رقم ممكن، لانه السالب راح ينعكس الترتيب. مثلا لو كان عندي 1 2 3، سالب 1 سالب 2 سالب 3، السالب 3 اقل من سالب 1 بس الثلاث اكبر من 1. فانا بدي انه الواحد يكون قبل، بما انه هو برتب ترتيب تنازلي فراح يكون الترتيب 3 2 1. لو ضربته بسالب راح يكون السالب 1 هو الاكبر، فراح يكون في البدايه سالب 1 سالب 2 سالب 3. في البدايه بدي اعمل بوش لميك بير 0 واس اللي هو نود زي النود سورس والكوست لها 0. وايل نوت بي كيو دوت امبتي، اول اشي بير انتجر وانتجر يو وبي كيو دوت توب بي كيو دوت بوب، رقم النود هو اليو دوت سكند. بلف على المجاورين للنود في اذا كانت المسافه لجي اوف في اوف اي دوت فيرست، لانه في الجراف عندي فيرست وسكند، الفيرست هو رقم النود والسكند هو الكوست. فاذا كان الديستنس لعند الايث ادجسنت اكبر من الديستنس لعند في نفسها زائد الكوست لهاي الادج اللي هي جي اوف في اوف اي دوت سكند، يعني انه لو انا لو انا واقف عند النود في واخذت الادج الحاليه الكوست تبعها زائد الكوست اللي يكون عند في هو اقل من الكوست اني اروح للمجاور الحالي المربوط بهاي الادج، فمعناته انا لقيت كوست جديد له او قدرت اني اوصله بمسافه اقل. فديست اوف جي اوف في اوف اي دوت فيرست بدها تساوي ديست اوف في بلس جي اوف في اوف اي دوت سكند، وبما اني انا لقيتها بكوست اقل فلازم اضيفها على البرودكت كيو. فبي كيو دوت بوش ميك بير سالب ديست لجي اوف في اوف اي دوت فيرست، طبعا السالب عشان يصير الترتيب ترتيب تنازلي، والسكند هي جي اوف في اوف اي دوت فيرست.
ith adjacent للنود v. هيك خلصنا دايكسترا. نرجع للمين. اول اشي اقرا انه m، بعديها بدي اعمل g dot resize n حجم الجراف، بعديها بدي اقرا اسماء المدن، بدي اعرف انتجر يو وفي وكوست، وبدي الف عشان اقرا الادجز اللي موجوده واحسب الكوست لهم وابني الجراف. فاول اشي بقرا يو وفي، عن يو ماينس ماينس وفي ماينس ماينس، لانه الترقيم في الانبوت من واحد وانا بدي اياه الترقيم يصير من صفر. بدي اعبب الفريكونسي اري اصفار، فميم ست لاف 1 0 سايز اوف اف 1، وميم ست اف 2 0 سايز اوف اف 2. بدي اعرف طول السترينج الاولى اس تي ار لين لسي اوف يو، وبلف لوب عليها عشان احسب الفريكونسي اري. فاي لحد ال، طبعا كل مره اف 1 ل 2 لور ل سي اوف يو اوف اي ماينس اي سمول بلس بلس. 2 لور راح تاخذ الحرف اللي هو سي اوف يو اوف اي اللي هو الايث كاركتر اسم الستيشن يو، تو لور راح تحوله للور كيس، بعدين راح اطرح منه الاي كاركتر الاي سمول كاركتر، راح يصير برينج من 0 ل 25. بعمل بلس بلس للفريكونسي تبعه بالفريكونسي الري الاولى اللي هي مربوطه بالمدينه الاولى. بعدها بدي احسب الفريكونسي الري للسترينج الثانيه او لاسم الستيشن الثانيه، فال بتساوي اس تي ار لين سي اوف في، وبلف عليها f2 of to lower c of v of i minus a small plus plus. الكوست راح تساوي 0 في البداية. بدي الف على 26 كاركتر الموجودة عندي، لأنه الكوست أكبر شيء ممكن إنه يكون 26، لأنه عدد الأحرف الديستنكت الموجودة هي 26 من A ل Z، فـ i أقل من 26. إذا كانت F1 of I أكبر من 0 و F2 of I أكبر من 0، يعني الفريكونسي للكاركتر I بالسترينج الأولى وبالسترينج الثانية أكبر من 0، معناته هو موجود بالثنتين، إذا هو كومون، فكوست بلس بلس. هيك صار عندي الكوست. ف G of U dot push back make bear V والكوست هو الكوست، وبدي أشبك الإدج من V ل U لأنه الجراف undirected، ف g of v dot push back make pair u والcost هو الcost. بعديها بدي اقرا start والend للكوير الموجوده s minus minus و e minus minus، وبدي اطبع dijkstra of s و end. بنادي dijkstra الstart هو s والend هو e. جرب على السامبل انبوت، تسعتاش. السامبل الثاني، اربعتاش. نعمل سبمت، اكسبتد. كان معكم عبد المجيد ابو طالب. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.